باء. الورقة طارت. ليه؟ السلام عليكم. ويلكم باك. اهلا بيكم في الحلقة الثانية من كورس المبتدئين. ليه الورقة طارت؟ او خلينا نسأل السؤال الصح. ايه هو الباء؟ ايه هو البي؟ بص يا سيدي، من خلال المثال، طبعا المثال ده عمله الاستاذ محمود الجندي في مسلسل من مسلسلاته لما قال لهم الورقه طارت يبقى بي، ما طارتش يبقى قلنا بي، تمام كده انجليزها. يبقى في الانجليزي ده او في الحرفين دول لما الورقه تطير ده بسبب انك نطقت حرف البي، ولما نطقت حرف البي فعباره عن انك كتمت هوا هنا وخرجته باندفاع، فانت قلت بي. طبعا خرجت هوا، خرجت هوا مش خرجت حاجه تانية. اوكي، يعني اوعى تتكلم مع حد بي، اوعى اوعى تخرج حد هديه. اوكي، يبقى انت خرجت ايه؟ هوا، بي. اوكي طيب، انما لما نطقت حرف البي فانت نطقته وانت ريلاكس خالص خالص، مفيش اي ضغط، مفيش اي اندفاع، مفيش اي هوا، وبالتالي الورقه مش هتطير. فدي اول خاصيه ما بين الاثنين. تاني حاجه، لما تيجي تنطق حرف البي او الصوت بتاعه اللي هو ب، هتلاقي عبارة عن حبة هواء مش أكتر، تمام؟ وبالتالي ما بيعملش اهتزاز هنا خالص في الأحبال الصوتية ولا أي ذبذبات فيها، فهو عبارة عن با با. لكن الحرف الثاني اللي هو حرف البي لما تيجي تنطقه وتقول با با تحس إنه طالع من هنا، ففي اهتزاز، في فايبريشن. طب ده معناه إيه؟ ده معناه يا سيدي إن حرف البي اللي هو ريلاكس خالص ده اسمه voiced sound. اسمه ايه؟ voiced sound. voiced sound يعني ايه؟ يعني صوت بيعمل اهتزاز هنا، تمام؟ لكن حرف ال P، حرف الايه؟ P، او الصوت بتاع اللي هو P P، ده اسمه unvoiced sound. unvoiced sound يعني ايه؟ يعني ما بيعملش اهتزاز هنا، تمام؟ طيب، ناخد امثله نوضح، ناخد امثله نوضح عشان نعرف قد ايه الفرق بينهم مهم وقد ايه المعنى ممكن يخلي السلوك تلمس بعضها. ناخد كلمه park وكلمه bark. بارك بمعنى يركن عربية، إنما بارك بمعنى الكلب مثلا بيهوهو. أوكي، فبالطبع لما حد يقول لك أنت بتعمل إيه، What are you doing؟ هتقول له I am parking my car. I am parking my car. أوعى تنسى الـ parking my car. لكن بالطبع مش هتقول له I am barking. تمام، أوعى. أوكي، يبقى مش هتقول له I am barking، لا هتقول له I am parking my car. تمام، عندك قيس على كده بقى كتير زي أمثلة تانية، زي مثلا عندك pray بمعنى يصلي و pray بمعنى ينهى، اللي هو الحمار أعزك الله في اللفظ، تمام؟ يبقى اللي هو pray يصلي pray، إنما التانية pray، تمام؟ تمام، يلا نردد كلمات مع بعض. say with me push push people 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 pool pool. اوكي تمام. البي بوي بوي بوك بوك باك باك. اتمنى تكون استفدت الفرق، واتمنى تكون عرفت تميز بينهم، وردت كتير وشوف امثله كتير وضرب نفسك عليها، واشوفك الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. باي.